بحركة عينيك ستتحكم بسيارتك. الشركة الصينية أونر أطلقت هاتفاً ذكياً يمكنك من تشغيل سيارتك وتحريكها باستخدام الذكاء الاصطناعي. الابتكار يغني حتى عن لمس الهاتف. بنظرة إلى شاشته سيتم التفاعل مع المركبة وتوجيهها. لدينا هنا مشروع ممتع بسيط قمنا بإنشائه للنظر في تقنية تتبع العين بالذكاء الاصطناعي على الهاتف واستخدامها للتحكم في هذه السيارة عن بعد. لذا فإن السيناريو الذي قمنا بإعداده هو تشغيل السيارة عن بعد ثم المضي قدما. الشركة الصينية اعتمدت على تطوير تطبيق مخصص لهاتفها الجديد يسمح بربطه مباشرة بالسيارة عبر البلوتوث. تتضمن واجهته 4 أزرار، أحدها لتشغيل المحرك وآخر لإيقافه، والثالث لجعل السيارة تتحرك إلى الأمام، والأخير لتحريكها إلى الخلف. التحكم في الأزرار يتطلب من المستخدم التركيز بعينيه لثانيتين على أحدها، فيضغط بعينه افتراضياً ويبدأ تنفيذ الأمر. هذا هو الهاتف الذكي الرائد لسلسلة ماجيك أوف أونر. أعتقد أن هناك الكثير من النقاط الخاصة به، ولكن إحدى تلك النقاط البارزة هي تقنية تتتبع العين، والتي يمكنك من خلالها استخدام عينيك للتحكم في هاتفك. هذه طريقة جديدة تماماً للتفاعل مع هاتفك. صانعو الجوالات الذكية يأملون في أن يساعد هذا النوع من الترويج على دعم سوق الجوالات الذكية، خاصة في ظل انتشار الذكاء الاصطناعي. يذكر أن شركة أونر بدأت تنافس أبل الأمريكية في الأسواق المحلية الصينية.